المادية الطبيعية materialism، فكرة إنه لا يوجد مكون غير مادي immaterial في الإنسان أو عدم وجود روح، لم تكن فكرة مسيطرة أو رائجة تاريخيا، لكن في القرنين الأخيرين أصبحت رؤية منتشرة جدا خصوصا بين الأكاديميين، وفي عدد كبير من الحجج والجدليات اللي وضعت لدعم النظرية المادية للإنسان. أحد أبسط صورها إن لا يوجد سبب للاعتقاد إن الإنسان مكون من أي شيء آخر غير المادة الطبيعية. الفيلسوف الكندي المعاصر بول تشيرشلاند أوجز الفكرة ببساطة في كتابه المهم المادة والإدراك Matter and Consciousness اللي نشره سنة 1984، وقال إن أهم نقاط قصة التطور Evolution هي أن الكائنات البشرية وكل خواصها خالصة نتيجة عمليات فيزيائية طبيعية. لو الرؤية دي صحيحة عن الأصل البشري، إذن يبدو أنه لا توجد حاجة ولا مساحة لإدخال أي مادة غير فيزيائية أو طبيعية أو خواص غير فيزيائية أو طبيعية على طبيعة البشر. نحن مخلوقات المادة، ولابد أن نتعايش مع تلك الحقيقة. دي واحدة من عائلة كبيرة من الحجج والجدليات اللي طرحت لدعم الرؤية المادية، اللي معظمها بيدعي أن المخ physical brain ضروري لعقل mind واعي ومدرك. في أحد صور الرؤية المادية بتدعى نظرية الهوية identity theory، كل الخواص العقلية متطابقة مع الخواص الفيزيائية للمخ. العقل ما هو إلا نشاط activity ناتج عن المخ، وبالتالي لا يوجد داعي لطرح أي فرضية لعقل أو روح أو أي مركب آخر غير مادي إضافي زي العقل، المشاعر، الإرادة أو الإدراك. الأدلة الداعمة للفكرة دي معظمها منبثق من العلاقة الظاهرية بين العقل وشبكة الأعصاب الدماغية. على سبيل المثال، الكحوليات والمخدرات لها تأثير مباشر واضح على كفاءة وقدرات الفرد العقلية، وكذلك عدد كبير من أمراض المخ والأعصاب بتؤثر على قدرات الإنسان العقلية. الأمر اللي بيصبح منطقي إن كان العقل مجرد نشاط للمخ وشبكة الأعصاب وليس مكون آخر غير مادي منفصل عن المخ. لكن أنصار النظرية المثنوية بيردوا بالدعاء إن في علاقة سببية بين حالات المخ والحالات العقلية، لكن ده لا يعني بالضرورة إن الحالات العقلية متطابقة مع حالات المخ. أنصار النظرية المادية بيردوا إن لا يوجد داعي لإضافة مادة إضافية أخرى إن كانت كل البيانات من الممكن تفسيرها عن طريق حالات المخ أو الشبكة العصبية. لكن مش دي الحجة الوحيدة الداعمة للرؤية المادية. فكرة أخرى أصبحت رائجة ومنتشرة بين فلسفة العقل وعلماء الإدراك بيطلق عليها النظرية الوظائفية functionalism. أنصار الرؤية دي بيتفقوا مع فلسفة المثنوية في أن من المستحيل مطابقة جميع الحالات العقلية مع حالات المخ، لكن من الممكن جدا توصيف الحالات العقلية بإرجاعها للسلوكيات behaviors. بصورة أخرى، تحت الرؤية دي المخ صندوق أسود من الممكن تفسير عملياته من خلال المدخلات والمخرجات. على سبيل المثال، مش بالضرورة انك تكون مدرك لمكونات واجزاء الجهاز اللي بتسمعني عليه دلوقتي. عادي جدا انك لا تفقه شيء عن آليات عمل الحاسبات الآلية، لكن انت مش محتاج المعلومات دي علشان تعرف ان بإعطاء الجهاز مدخلات معينة هيخرج لك مخرجات محددة. مثلا لو كتبت على لوحة مفاتيح الجهاز ألف هيظهر على الشاشة الحرف ألف. أنا مش محتاج أعرف مكونات الجهاز الداخلية علشان أتوقع النتيجة دي، بالإضافة لأن الوظائف دي من الممكن أنها تحدث من خلال أوساط أخرى. على سبيل المثال، الأجهزة الحسابية كانت مصنوعة من مواد مختلفة تماماً عن الأجهزة الحالية، وليها تركيب مختلف بشكل كبير عن الأجهزة الحالية، ومع ذلك كانت بتقوم بجزء كبير من العمليات الحسابية اللي بتقوم بيها الأجهزة الحالية. في الرؤية الوظائفية، المخ صندوق أسود زي الحاسب الآلي، العمليات الحسابية من الممكن إدراكها في التركيبات المادية المختلفة، ولا يوجد داعي لكائنات غير مادية إضافية زي العقل أو الروح لتفسيرها. ارجع لحلقة زمن الآلات الذكية لو عاوز تعرف أكثر عن النظرية الوظائفية. عند بعض أنصار الرؤية المادية لا توجد حياة بعد الموت، بمجرد موت الجسد البشري الشخص يفنى إلى الأبد. لكن بعض أنصار النظرية المادية بيعتقدوا إن الحياة مرة أخرى بعد الموت إمكانية حقيقية. على سبيل المثال، بعض أنصار النظرية المادية من خلفيات دينية بيفترضوا فكرة البعث resurrection لتفسير إمكانية الحياة بعد الموت في عالم تحكمه قوانين الطبيعة
ولا مكان فيه لمكونات غير طبيعيه.